أثناء زيارتي لمدينة المريات المغربية لمحت عيني واحد المعلمة تاريخية لا زالت تشتغل إلى يومنا هذا، ألا وهي طاحونة هوائية لاستخراج الماء من البئر، ومع مرور عدة عقود ما زالت تشتغل بطريقة رائعة. اللي جذبتني باش نشارك معكم هذه التجربة باش نكتشفوا هذه المعلمة ونقوموا بواحد المغامرة والصعود إلى القمة ونقربكم من طريقة اشتغالها. وهذه المغامرة قمت بها حبا في الاستطلاع والمعرفة، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير فيه لحظات شيقة ورائعة. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك واشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مشكورين.